أهلا بيكم في أحلام أكاديمي، معكم لاتينو. النهاردة هنتكلم على المراحل اللي بتمر بيها الأغنية خلال صناعتها. هما بيتلخصوا في 6 مراحل: أول مرحلة كتابة الكلمات، تاني مرحلة عمل ألحان، تالت مرحلة التوزيع الموسيقي، رابع مرحلة التسجيل، خامس مرحلة الميكس، سادس مرحلة الماستر. أول 3 مراحل ممكن يتغير الترتيب ما بينهم، بس أحب الأول أعرف الناس إيه هم أول 3 مراحل. أول حاجة كتابة الكلمات، معروفة نقدر نقول عليها الشعر الغنائي. تاني حاجة عمل الألحان. يعني إيه عمل ألحان؟ تحويل الكلمات المكتوبة إلى كلمات صوتية متلحنة، يعني ليها نغم زي كده. بيه ألف بيه ألف بابا بيه. أوكي، دوت كده اسمه لحن. لو جينا نتكلم على التوزيع هيبقى زي كده. ده كده التوزيع الموسيقي، اي حاجه بتسمعها في الاغنيه ما عدا الالحان اللي المغني بيقولها. بعد كده بنخش على المرحله اللي بعد كده، هي مرحله التسجيل. مرحله التسجيل بتكون مقسوم فيها حاجتين، احنا بنعمل حاجتين اثناء التسجيل. اول حاجه بنسجل الصوت البشري زي كده، بيه ألف بيه ألف بابا اوكي، او بنسجل اي الات محتاجين نسجلها. فالالات بيبقى قدامنا فيها 2 سيناريو. السيناريو الأول إن هي تكون محتاجة تتسجل لايف، فبتتسجل أثناء مرحلة التسجيل، أو إن يكون الموزع جايبها لنا، بيبقى اسمها VST instrument زي كده. دوت مش لايف، يعني احنا ما جبناش شخص يلعب جيتار وقعدناه معنا في الاستوديو وسجلناه. الجيتار دوت ملعوب ببرنامج في الكمبيوتر لعبه الموزع الموسيقي وبعدين جابهولي. بعد كده بنخش على مرحلة الميكس. ايه مرحلة الميكس؟ زي ما انتوا شايفين ان احنا في الاغنية بيجيلنا كل حاجة لوحدها، اصوات منفصلة علشان خاطر نعمل عليها عمليات زي التوازن من حيث مستوى الصوت، وزي البان من حيث يمين وشمال، وزي عمليات الإيكولايزر والكمبريشن والديسر والليمتنج والساتوريشن وهكذا. كل العمليات ديت هنبقى نشرحها بعد كده، بس اللي أنا عايزك تعرفه الفرق بين الميكسينج وبين الماسترينج إيه. إحنا دلوقتي هنسمع الأغنية من غير ميكس. الفرق اللي انت سمعته دوت فرق الميكس. ياريت تكون بتسمع بهيدفون محترفة او في ستوديو مونيتور، وتكون مشغل الفيديو على اعلى كواليتي تقدر تشغله بيه عشان تسمع الفروق. بعد كده هيتبقى المرحلة الاخيرة، مرحلة الماستر. فالماستر هو العملية الأخيرة اللي بتتعمل بعد العمليات اللي تم إجراءها على الآلات الفردية علشان نصلح الصورة الكاملة للتراك قبل الإطلاق. أتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم وتكونوا فهمتوا منها يعني إيه لحن، يعني إيه توزيع، يعني إيه تسجيل، يعني إيه ميكس، يعني إيه ماستر. ياريت تدوسوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد مننا. سلام.